يعني برحب بحضرتك بالساده المشاهدين. بكل تاكيد مصر بتشهد عرس ديمقراطي حافل بتعكس قيمه الدوله الديمقراطيه والتعدديه السياسيه والتعدديه الحزبيه. يمكن لاول مره 3 احزاب يتواجدوا في هذه الانتخابات. حزب الوفد وهو حزب من اعرق الاحزاب المصريه الليبراليه بيمثله عبد السند يمامه، ايضا حزب الشعب وهو يملك كتله برلمانيه قويه وياتي في المركز الثاني في البرلمان المصري، اضف الى ذلك الى الحزب اليساري الذي المعارض الذي يمثله فريد زهران وهو يعني حزب في واقع الامر يميل الى اليسار، وبالتالي اعتقد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي. الديمقراطيه الحقيقيه في مشاركه احزاب سياسيه وفي قوه وفي تعدديه، وده اللي حصل في مصر النهارده. حضرتك كلمتيني عن العمليه الانتخابيه، اعتقد العمليه الانتخابيه بتسير بسلاسه تامه، هناك اقبال كثيف في لجان الاقتراع، المصريين الحقيقه يسطرون باحرف من نور ومن ذهب يعني خطواتهم فيما يخص المشاركه واداء الراي، لانه المواطن المصري الان اصبح يمتلك من الحقيقه من الخبره ومن الثقافه ومن الوعي الا هو يقدر من خلاله يستطيع ان يشارك في العمليه الانتخابيه ويبدي رايه، اهم شيء هو المشاركه واداء الراي، وده اللي بتتميز به الدول الديمقراطيه. مصر منذ ثوره 2011 اصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع المصري بحقيقه الانتخابات وحقيقه الاستحقاقات الانتخابيه، وده اللي ترجم حقيقي داخل الانتخابات وداخل لجان الاقتراع. الامور يعني تجري بسلاسه، هناك اشراف قضائي كامل، هناك جهات رقابيه دوليه تراقب هذه الانتخابات، واعتقد ان هذه الانتخابات واحده من انزل الانتخابات اللي يعني جرت في العقد طيب الاخير، أستاذ وهي أحمد، ما بيعكس هي التحديات التي تنتظر الرئيس القادم؟ وعلى ماذا الرهان لتجاوز هذه التحديات؟ بكل تأكيد هناك تحدي كبير وهو الملف الاقتصادي، أضف إلى ذلك يعني ملف الأمن القومي المصري في ظل يعني الحقيقة يعني الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين سواء يعني لدول الجوار، وأيضا هناك يعني ملفات عديدة، ملف البطالة وغيره وغيره. ولكن دعيني أتحدث معك بصراحة، يعني هنا أنا مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وادعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك مواطنين يدعمون ومواطنين اخرون يدعمون، منهم من يدعم حزب الشعب الجمهوري اللي ممثله حازم عمر، ومنهم من يدعم فريد زهران يعني. ولكن دعيني اقول لك وبكل امانه وبكل مصداقيه ان الشعبيه الجارفه يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. لماذا؟ لانه يمكن الرئيس الفاسد السيسي الفتره الماضيه قام باعاده تاهيل البنيه التحتيه للدوله المصريه بشكل كبير، قام بالعديد والعديد من المبادرات، مبادره مليون صحه، ايضا يعني حياه كريمه واعاده البنيه التحتيه للمواطن المصري انه يعيش في حياه كريمه. الملف الاقتصادي في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه وفي ظل كوفيد، الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي اوجد بدائل كبيره فيما يخص الملف الاقتصادي، اضف الى ذلك ملف الامن القومي المصري. والان وفي هذا التوقيت الشعب المصري يحتاج الى رئيس قوي، يحتاج الى رئيس يعي قيمه الامن القومي المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد فيما يخص الامور الحاسمه التي تتعلق بالامن المصري، الامن المصري القومي، الامن القومي المصري كان حاسما. مثال على ذلك يمكن التدخلات التركيه في ليبيا حينما وضع خط احمر لتركيا بعدم الاقتراب من سرت والجفره، اضف الى ذلك وضع خط احمر للجانب الاسرائيلي في عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه الى رفح المصريه والى حدود الامن المصريه. اذا يعني انت امام رئيس يمتلك الكاريزما ويمتلك الحقيقه رجل دوله يمتلك القوه يمتلك القدره على تاهيل الدوله المصريه من ناحيه البنيه التحتيه ومن ناحيه الامن القومي المصري، ويعني اعاده بلوره صياغه الدوله المصريه وعمل الفتره الماضيه على الحوكمه، وازاي يكون هناك حوكمه داخل الدولة المصرية وتعددية، نعم. حتى تعددية سياسية، وأتاحت فرصة لكافة الأحزاب السياسية أنها تشارك. إذا نحن أمام نموذج يحتذى به داخل الدولة نعم، المصرية، أشكرك وهذا جزيل لا الشكر. يقلل من قيمة المنافسين نعم يعني اللي بيقودوا العملية صحيح، الانتخابية. وحتى أن الكل يقول أن الطريق صراحة هو معبد أمام الرئيس السيسي. أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات والإيضاحات والتحليل من القاهرة، أحمد العناني، محلل سياسي ومختص بالشؤون الدولية. شكراً.